ختام أخبارنا الثقافية لليوم، ريش فاصل ومنكمل فقرات برنامجنا. موهبة تكللت بنجاح عبر الجهد والتعب لتصلح بنغمات تتغذى بها الروح. وصباح النغير لليوم رح يحمل نفحات موسيقية مميزة مع المؤلف والملحن الموسيقي طارق صقر. أهلا وسهلا فيك طارق. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح الخير طارق. هيك اليوم خلينا نرجع شوي بالزمن لورا، نتعرف أكثر عنك، نتعرف عن موهبتك، قديش صار لك بتعزف وقديش صار لك بتلحن. هلا بلشت ببيت فيه عود، يعني الوالد كان بيعزف عود، تعلقت بهي الاله كثير. كنت اسرق العود سرقه، يعني انه ابي مشان الدوزان المفاتيح وكذا اسرق العود. بقى لما شاف عندي هذا الاهتمام قرر يعلمني فعلا. كنت صف ثالث، يعني ما بعرف قديش العمر بالضبط صغير. يعني وكملت بالمعاهد الشبيبة الدولة ودرست بالمعهد العالي للموسيقى، انتسبت لنقابة الفنانين. هلأ موضوع أني الجهد، أي عمل بدك تقومي فيه هو جهد ذاتي. يعني أكيد الدراسة هي إلى الحيز الأكبر لأنه هي بتسقل هاي الموهبة، خلينا نحكي بالموسيقى يعني، بس هو الجهد الذاتي والخبرة هي اللي بتعطيكي النكهة اللي أنت بتتميزي فيها دائما. وبلشت بهالخط الموسيقي، وحاولت انه يكون عندك خط مميز كمان لك موسيقيا، وايضا انت حاولت انه مو بس تكون عازف وايضا ملحن موسيقي، واهتميت كثير بهالموضوع، بالاضافه انه انت انه كنت بالمعهد العالي كان كمان في لك دراسات متعدده، كيف حاولت تقارب بين دراستك وايضا الموسيقى؟ هلا بالمعهد درسنا العود مع البيانو، يعني درسنا الاذربيجاني. الشرقي انا متعلق بالشرقي كثير، بغض هلا كمان درسنا تاثرنا بعالم كثير بغض غير السوريين، يعني خلينا نحكي المدرسه العراقيه بالعود هي مدرسة امتدت من الشريف محي الدين حيدر لخلصت اليوم، يعني ما خلصت هي، بس هلا الأوجة بالأستاذ نصير شما يلي هو هلا عامل معهد بيت العود العربي بمصر. تأثرنا به المدرسة كتير إلى جانب تأثرنا بالموسيقى السورية الشرقية يعني أكثر. العود العراقي بيعتمد على التصوير. هلا بنسمع شيء، هلا خلينا نسمع شيء. هي قطعة موسيقية ألفتها بال 2013-14 بعنوان أنسى حالمة. Thank you.
يسلم بايديك طارق. يعني بشو بتعتمد تقريبا او بالالحان يلي انت بتشتغل عليها او شو المود يلي بتحب يعني تروح له؟ هي ايقاع فالس من مقام الفا ماجور. يعني هلا هي موسيقى آلية، هلا هي تأليف موسيقى آلي لآلة العود، يعني موسيقى آلية آلية لآلة العود. يعني بتختلف الموسيقى الآلية عن تأليف الأغنية. الأغنية بيكون في نص، النص هو اللي بيفرض عليك هذا الجو. يعني ما هو الواحد بيطلق العنان لكيف هو بالضبط. هون الفكر اللي انت بتحمليه عن الموسيقى والشيء المخزون، الذاكره بيسموها الذاكره الجمعيه. يعني انت من خلال ما سمعتي وتلقنتي ودرستي وعرفتي بقى هي بتثقل هي الموهبه والشخصيه تبعك. طارق، وقت يكون مرافق لإلك أي مغني أو أي نمط موسيقي ممكن عم يتغنى، قديش هالشي كمان بتحس أنه أنت بتعطي من روحك أكتر، بيكون في تناغم بيناتكم، أم بتحب أنه أنت تكون عم تعزف لحالك؟ وكمان عرفنا أنه أنت كمان بتغني. مشان أحكي بصراحة، يعني نحكي بصراحة، أول شيء والله كنت أقول أنه أنا لا ما بعزف ورا حدا، ما بعزف ورا حدا أخي، أنا عازف سوليست ما بعزف ورا حدا. لكن لما اشتغلنا فرق وهيك، لا في لازم الواحد يعزف ورا المطربين. يعني مين ما كان المطرب ما بينقص من قيمتي انا، اذا كان المطرب شعبي ولا ان كان هي، بالعكس انا بتعلم منهم هذول. يعني لما انا بشتغل مثلا، هذيك المره اشتغلنا مع احدهم يعني بده يغني بيات المي بيمول، بيات المي بيمول انا ما بيزبط بيات المي بيمول، بامره ما خطر لي اني اشتغل مثلا بيات البي بيمول. لحتى انحطيت بهذا الموقف عرفته لبيات المي بيمول، بيات السي بيمول، رست السي بيمول كمان. يعني هاي الامور لازم الواحد يفوت فيها، لان حتى انا اعرف هذا التصوير انه كيف التصوير، طبعا المختصين بيعرفوا شو القصه. بيفوت الواحد بخبره يمكن من خلال العمل مع فرق او من خلال العمل مع مغنيين. كمان احنا بنعرف انه صوتك حلو طارق وانت بتغني، شو يعني هلا انا بيقولوا لي على طول انه لازم تقول انه صوتك حلو، يعني اللي عم بيغنوا مو اقل منك كذا صوتك حلو. يعني انا بشكر اللي بيقولوا لي هيك، بس انا بقتنع انه انا كعازف هون محلي يعني. بس بسمعكم شيء من هلا، عم اشتغل اوبريت للاستاذ سمير عدنان المطرود، الكاتب والباحث والشاعر، بوجه له التحيه. أعطاني نص هيك كرمني فيه، قال لي طارق في تلحنه بقى هيك، بسمعكم قطعة منه. تفضل. المقدمة. أنا لا أبيعك صاحبي، أنا أشتريك، أنا لا أخونك صاحبي، أنا أفتديك. وجعي ويا صوت الذي في الآه في صد ورد، يا عشق شلال التلال، الحب هنك دمي من بين أشواق يدي، يفر من وجعي إلي كي ترتضيني وأرتضيك. أنا لا أبيعك صاحبي، أنا لا أبيعك صاحبي، أنا أشتريك. يسلم هالصوت ويسلم هالعزف. طارق، أنت حاليا عندك هالموهبة وأيضا عم تشتغل عليها بشكل كتير كبير، كيف عم تنميها أكتر؟ كيف عم تتدرب أكتر؟ كيف عم تسعى أنك تطور حالك أكتر؟ والله المعرفة، مثل ما قلت لك المعرفة، يعني الواحد يسمع الأنماط هلأ نتيجة تعاملك مع الفن والفنانين، بتلاقي أنه لازم أنت تتعرفي على الأنماط الموسيقية المتعددة، يعني بكل أشكالها، حتى الغربية لازم الواحد يطلع عليها، لأنه بكل شيء في شيء جميل. هذا الشيء جميل بيخصني أنا، يعني هو هذا التراث الإنساني بيخص الجميع بغض النظر إذا كنت أنا من سوريا، بيجوز بالموسيقى الريف الأمريكي يكون في شيء جميل أنا لازم أعرفه واطلع عليه.
إيه يعني هو الاطلاع، الاطلاع والمعرفة هي الأساس كل شيء. نعم. يعني الموسيقى مثل ما بيقولوا هي غذاء الروح، وبالفترة الماضية كنا عم نشوف وعم نسمع كتير عن حتى إنه الأمراض عم تتعالج عن طريق الموسيقى. إلى أي حد بتحس إنه الموسيقى قادر إنه هي تخفف من ضغط الإنسان من خلال الحفلات يمكن يعني بتشارك فيها؟ كيف بتلاقي ردة فعل الناس وحتى عليك؟ يعني هي قصة تانية. الفارابي في معروفة هي القصة، إنه فات على قوم عزف لهم ضحكون عزف لهم بكاهون رد عزف لهم قطعة الثالثة نيمون وحمل حاله وطلع. التأثير النفس البشرية قلت قبل بمرة بلقاء أحد لقاءات إنه الأربع أوتار كانوا للعود إلون يعني إلون رموز فلسفية، إنه هني كانوا يعبروا عن الطبائع الأربعة بجسم الإنسان. لما أجا الحسن بن هاني زرياب دخل الوتر الخامس على العود باعتباره إنه هو النفس داخل هذا الجسد. دائما أنا لما بسمع هلا الدراسات الحديثة بتقول إنه أنا لما بسمع أي شيء أي صوت بينرسم هذا الصوت عن طريق بالعقل الباطن، عن طريق بيتحول لخط له يعني أورجانوم معين أو اهتزاز معين وبيتحول للون. أكيد تأثيره كبير كتير بيكون الموسيقى. يعني أنت لما بتسمعي موسيقى لباخ بتكون الأمور عقلانية أكتر، لما بتصير مثلا تسمعي لموزارت بتكون الأمور هيك فيها حيوية وفيها اليوم شو حابب كمان سمعنا بصباحنا؟ هلأ بسمعكم أغنية. هلأ الأغنية الأوبريت هذا المقدمة هو لا أنا لا أبيعك صاحبي أنا أشتريك، هي مقصود فيها صاحبي هو الوطن. نعم. بقى هي أغنية. في أغنية كمان من عيد الأم كمان بسمعكم هيك مطلعة كمان من ألحاني وكلمات الشاعر عاطف صقر. ست الدنيا كيفك مشتاق كفك تمسح خدودي وبوسي قبل ما بلش الرحلي عدروب ممدودي شيل ايرتين ونص خرجي ودعوات من قلبك تلاحقني الله معك يا صغير وافرح بعرسك وتعالى وتعالى بهالسما شمسك تدعي يا امي واسمعك وبناظري طيفك وبشنتي رغيفك ست الدني ست الدني ست الدني كيفك. صوت ويعطيك العافية. قديش يعني الغنى أحياناً أو الكلمات تفرض عليك لحن معين أو بنفس الوقت بتساعدك لتطالع لحن لازم تطالعه؟ إيه طبعاً. هلا هي بتعطيك إيحاء، بتعطيك إيحاء كبير كتير بالنمط اللي أنت بدك تشتغلي، وقلت لك بتتعلمي. يعني حتى النص أنا لما باخده بقرأ بحس إنه أنا قدام يعني امتحان، أنا فيني طلع أحلى شيء بهذا النص ولا لا. طارق شو بتحس النمط الموسيقي اللي أكتر بيشبهك أكتر أنت بترتاح له أكتر دايماً بياخدك يعني لمزاج معين إن كان عبر تلحينك لبعض الأغنيات أم عزف منفرد عم يكون؟ والله أنا قلت لك النمط اللي قدمته بالعزف الأول قطع الأنثى حالمة هو موسيقى آلية تكنيك تقنية يعني تقنية الريشة وتقنية البوزيسيونات على العود. بس أنا بحب الشرقي، يعني أنا متأثر بالأستاذ محمد عبد الوهاب، متأثر بهذا التاريخ، هذا كتير بيأثر فيني. سمعنا مقطوعة شرقية بالموسيقى. طيب بسمعكم لكن سماعي أمل من تأليفي بسمعكم الخانة الأولى والثانية التسليم.
لك طارق، يعني وقت تعزف شي مقطوعة ممكن تتعلق بوطننا وخاصة بهالفترة اللي عم نمر فيها، أو تلحن لأي أغنية بتعبر عن وجعنا وأيضا أملنا بهالحياة وبحبنا لبلدنا، شو بتحس قديش ممكن أنه أنت تبدع أكثر، قديش ممكن تطلع هيك موهبتك بشكل أكبر؟ أكيد هذا الوجع يعني اللي إحنا عانينا منه هو دائما الوطن بتحمليه انت بداخلك، دائما المخلص والصادق والمؤمن دائما بيحمل هم الوطن بداخله، حتى لو هذا الوطن ما مر بأزمات بس دائما بيحمل هم الوطن بداخله. بس لما بيمرق هذا الوطن فعلا بأزمة وقت عصيب وبيزيد هذا الهم وبيصير هو الشغل الشاغل، يعني بيصير بتلاقي أي حدا بكل عمله بيحاول إنه يأسس ويرجع يبني هذا الوطن من أول وجديد. في شيء مقطوعة معينة أنت حبيت إنه يمكن هيك تهدية لبلدك؟ هلأ أنا عامل بال2010 عامل بضعة الشمس، هلأ اليوم لازم نهديكم إياها لقناة سوريا الإخبارية، بتشرف فيكم. بضعة الشمس هي أغنية لجولان، كلمات شاعر محمد كامل حسن، عامل أوبريت وطن السلام كمان كلمات شاعر محمد كامل حسن، عامل موسيقى اسمها شهيد. يعني هلأ أنا اختلفت على التسمية ما بين فراق وشهيد، لأنه شهيد تحمل هذا المعنى الكبير اللي إحنا مهما حاولنا نوفيه حقه ما فينا نوصل لهالمستوى. سمعنا شي منها؟ طيب يلا تفضل. على الإضاءة بيختلف الشوب شوي
شكرا لك طارق. اكيد بنحبين نحن نعرف شو الشيء الجديد اللي عم تحضر له، شيء الجديد اللي عم تألفه. والله هلا اخذ وقتي هو الاوبريت هذا، انا لا ابيعك صاحبي. نص كبير ترتيلي من 5 مقاطع، يعني هلا نحن سمعنا الانترو يعني المقدمه. نحن بنتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله بتحقق كل شيء بدك اياه بكل المجالات اللي عم تشتغل عليها، ان كان بالتلحين او التاليف الموسيقي. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. انا تشرفت كنت معكم وتحياتي لكم. شكرا لك طارق ثقل. شكرا.